وقتها ما يبقى النهاردة كانت بنكون مع أصحابنا في السيناريو. هي عبارة عن رحلات نحن أوكي والدرس بعض أوكي ده كان جاي مع الملعب جاي مع الملعب فاستمركم ووريكم حاجة كده دي دي اللي بتطلع دي الماسكة أو البنود النص اوكي افكركم ووريكم وأفضل حاجة اللي الماسكة فيها مفتح من تحت اوضح دقيقة عشان كده فوت دي عشان لو ما عادش فوت ممكن تبطل مع صحابك كده وتفضل اوكي ده اخويا فارس انتوا عارفينه دي اول حاجة دي ثاني حاجة دي الحديدة طبعا من غيرها ما يتلعبش احسن اوكي عشان المرة الجاية هبقى نتذكر ثانية جسمان دوران دي حلقة نجومية ده اللي انا عارفه بس دي مش عارف اسمها المهم كده ده اصلا فك كده بسرعة بسرعة لا تضاقه فهي بقت لونها خلاص خلاص فعرفت الشخص بطل يعمل اللي هو بيعمله انتوا عارفين اخيط واحد اول واحد جنبي انا كور عشان نقطة دارة عشان بلح هنا مثلا امسك دي احطها هنا اوكي ومسك دي احطها هنا اوكي ومسك دي احطها هنا ايه رايكم على الماكل واعلى اجي هون اجي هون اجي هون تحت تحت من تحت لحد نفس نقطة الدوران بتاعته اوكي كده بالظبط فهم دلوقتي هنا نمسك ده نحط دي هنا نقطع نمسك دي كده بعد كده بعد كده وأخيرا وليس آخرا الربطة الأخيرة أوكي السبعة عملنا اثنين عملنا اثنين منهم أنا بقولكم
شهرين سنة على ايه؟ على المنعم الفصل دي، ودي اللي اخويا اخد منهم واحدة انا عايزها. ايه دي حاجات بتركب مثلا. انا مش دلوقتي فكيت الحب سنة، انا مثلا فكيت ده اوكي. بس انت كده وهك الراس اهم حاجة عشان اصدق طلع دي الواحد دي مثلا حطيتها هنا اوكي. المختار واحدة من دي هما بيتباعوا متفصل اوكي. نحطها هنا عشان انتوا مش شايفين، عشان انا مش اي حاجة بس فيها امراض. اليمين تربط الشمال تفك كده. عملنا حاجة هنمسك دي هنشيلها زي ما عملنا هنشيل القطعة دي اوكي. ونشيل القطعة ثانية، نشيل القطعة دي، هناخد القطعة دي وبعدين هنربط دي كده. يبقى الشكل بعد كده يبقى الشكل اوكي. كده يبقى الشكل النص واحد اثنين دي بتسجل فيها بياناتك وكده. خليها تسجل في الكورس عندك يقول لو جمعت يبقى يقول لك قوي كده. دي الماسكة ودي بتيجي مع الكورس نفسه او مع الملعب. في ملعبات معينة هبقى اوريها لكم كده. كرام نصف اوكي. بصوا انت الكريت عشان نحط الكريت ادي اهو كده. الكريت 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 الكريت. انت بقى تمسك الكرسي ده مثلا وتحطه هنا اوكي. فكرة عادي كده تشد الحبل المرة واحدة كتير كده عادة اي حاجة اوكي. اوكي دي السودان عشان تسجل بياناتك ويعرفوا نقاطك من على النت، يعرفوا انت جيتك فين وكده. وايجيبت تقول لهم كده بس. ودي عشان السلك ده عشان توصله بال الفلوشة سبتها. معلش لو كان الوقت طويل جدا انا عارف والله كده. بصوا موصلها. معلش لو كان الوقت طويل قوي انا مش قاصد والله كده. خلاص بقى اوريكم هما هو ده الملعب كتير المدرسة اخر تلات كده ثانية واحدة بصوا هو بيلف الملعب اوكي. ضيف النقطة شوية
يعني مثلا انت بتحب بيبليت، لو كنت بتلعب ممكن تهزمه. كده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى إن أنا أكون استمتعتوا بيه، والسلام مش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.